اطلبي من هشام يربط لك مرة تانية الشال على خصرك وفرجيني إذا رقصتك هالمرة رح تجيب مشاهدات أكثر من رقصتك المرة الماضية. حنرقص. اوكي اول مره مستحيل. اول مره رقصت على يا بنت السلطان يعني. هلا حبيبي يا عيني تفضلي. لا كنا عم نحكي عن الموهبه وال لا لا بليز لا بس حبيبي لا. يا عيني تارم يا مسهر عيني تارم بخجل والله بخجل. بتخجل من الراس؟ انه ايه بستحي. اول مره رقصتي كان على تلفزيون سوري بغمضوا عيونهم. هلا على تلفزيون لبناني يعني فيك ترقص اللي بدك اياه. قومي يعني انت بدك تشوف اذا هلا هي بتطرق بتجيب مش برافو عليك. بشرط شو برقص. ما عندي مشكله شو ترقص معي؟ ايه انا لا لا شرقي جايز عم بتخوف ال بال لا شرقي لا يا كبيره قال شو بتقول لي شرقي؟ لا ما هذا شرطي. لا شرطي. قومي يا عمي انا ما لك قومي يا عمي والله ما حقرق لك يا عمي وبربط وحده هون كمان. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني من هاري وليلي والله اشتقنا لعيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا لعيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك وجودك يا ابو صبرا يا احلى السهر بالليل والحلم يطول عمره من غني عيني يا ليل المجنى حياه الروح يشفي القلب المجروح يلا نرقص ونغني ونعيش باحلى جنة يلا 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 يا ليلو رقصها شوي روح. ايه بعتقد حتجيب مشاهدات اكثر. برني الله 36 الف شير هيدي يا جماعه. انا بدي اعرف شو سر الرقص مع هشام حداد. ليه هو ليه خسر هو؟ انا ربطته بطريقه ما تشلحي لاخر السهره. لا اكيد حقش. خليني ثانك يو. مبروك الف مبروك. يلا لك عم بتطلع مواهب جديده حبيب. اوكي هي حظي من هشام. شو هلا علكه وعلى طريقة شخصية منيرة فرفش معنا بجوقة عزيزة وجه رسالة لشاكيرا اللي عم تنتقم أشد انتقام من زوجها السابق جيرار بيكي. هيدي آخر وحدة اليوم رح لعبك فيها دهمنا الوقت. يلا هاي علكي فرجيني الشخصية واعطيني إياها. بس العمى أنا إذا بدي أنصح منيرة بدها تنصحها مو أنا. طبعا منيرة بالعلكي. منيرة صحيح لشاكيرا. إيها تقبريني هلا بيان الشرش العربي عليكي. ايوه بيضتي لنا وشنا تقبري قلبي ليك عيوني. ما شو بدك فيه لهذا شو اسمه بيكي شو بدك فيه؟ روحي رقصي غني جيبي مصاري وتصيري نجمه قعدتي لي راكبتي لي ورا الحب والغرام. يلا روحي هزي خصرك.